يعني اي خرق للنظام انتم تستعدون للتعاون معهم؟ اذا صار ضرب او كذا نحن المركز جاهزين. You see al-Qaeda flags in the background. And even more white helmets. يعني جاهزين للاستعداد للتعاون مع اي طريق. تمام ان شاء الله. الاخ الكريم وجودكم كدفاع مدني انتم نستطيع القول من باب الاحتياط ومن باب الحيطه والحذر. تماما اخي، نحن هون موجودين من اجل الحيطه والحذر لحدوث اي طارئ على المظاهره. نحن موجودون بسياره الاسعاف وجاهزين لاي طارئ من قبل النظام او غيره او حدوث اي مشاكل في المظاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نلاحظ عوده المظاهرات السلميه الى مدينه الاطار البريد حماه الشماليه، كيف تقرون هذه المظاهرات؟ طبعا بعد bunch of flags in the background. He's in a white helmet though. كيف